السلام عليكم، انا الزهرة مرت ولد عدوستي، كنسكنوا في القلعة دار مصطفى غيات الجديدة. كتعاني بواحد المرض، هو الماء في الراس والماء في السنسول، ودابا درنا ليها شحال من راديو وشحال من دواء، ولكن دابا جانا داك الشيء غالي علينا 3 مليون، ولكن حنا ما عندناش وتنفخوا لها رجليها. واش نقول لك، ورا ما تهدرش وما كتنوضش، لما نوضنا احنا للطواليط ولا ما وقفناش معاها، الحمام ما كتمشيش لي جي عامين وهي بحال هكا. الحاله ديالها كانت كتمشى معانا وكل شيء، حتى مرضت نفخوا لها الرجلين، ما بقاتش كتقد تزيد، ما بقاتش كتقد تنوض من حتى حاجه. خلينا فدينا على الطبيب، درنا لها ريريم، ولكن ملي جانا حنا داكشي غالي ما قدرناش. كل الطبيب وشنو قال لينا، كاين اللي كيقول لينا راه عندها في الراس، كاين اللي كيقول لينا راه في كل واحد واش قال لينا. حتى درنا الليريم عاد عرفنا شنو كاين، تتحققنا من النتيجه اللي وصلنا لها. من درنا الليريم لقينا عندها الماء، وطلبوا لينا مليون باش تحيد غير الماء من السنسول، وجوج المليون في الراس، هي 3 مليون. كان حنا ما عندناش كوكات عندنا، كنا راه ماشي ما خلينا ما درنا عليها. راه حتى كتشوف الظروف، وراجلي ميت، والشيخي ما خدامش، والحاله ضعيفه، وترى شنو نقول. وحتى جينا السبيطار العمومي بقى يدي فينا ويجي فينا، ونفيقوا مع الصباح كنفيقوا مع هذيك السته، كنمشيو كنجيو من السبيطار الكبير، كنجيو لي حتى الوحده ولا الجوج، عاده كنجيو نفس المشكل. بقى كيعطيها الدواء، شربي الدواء هذا ديال المعده، طيب لها المعده ما بقاتش قدت عليه، وتعرف معايا تاعي عندها السكر، ومع ما كتشرب المسوس وكتبقى اش نقول لك، خليها الله وصافي. حتى واحد ما جا عندنا، وحتى واحد ما عاوننا، ومن عاوننا على الله هو اللي غادي يعاوننا. مقابلها طفلتي نوبه، من نكون انا هنا وانا 4 نوبات كنخدم، حيت عندي 3 اليتامى، صافي كاينين حنا جوج. ولدها ويا عدوستي ميت، دابا جايه دابا ميت شي 5 سنين باش ميت، وانا جالسه معاهم. والمعدل الاسره شيخي، راه تشتي الحاله ضعيفه، والبنيت راه شتي راه كيجي في الوقت، نوبه كاين نوبه ما كاينش. وانا راني كنخدم معاه في المارشي سونترال، تعرف السيمانه 5000 ريال، ما غتقدك ما غتوكلك ما غتشربك وثلاثه الاولاد، وحنا كندوزو باللي كان. اللي كنقول المحسنين يعاونوا عدوستي باش ما كان، راه مسكينه، راه اش نقول لك، راه باغا حتى هي توقف، وباغا حتى هي تعاون معانا، وباغا تكبر ولاد ولدها. وانتم كتشوفوا كنترجاكم وكنطلبكم تعاونوا هاد عدوستي مسكينه باش ما كان. الله يرحم لكم الوالدين والله ييسر لكم. وهي راه حيت انا راه جيت عندي غير 13 عام، راه كبرت معاهم، ماشي نقول لك يلا جيت، راني جيت صغيره وكبرت معاهم وبقيت معاهم وانا باقا معاهم. يعني كو كان عندي انا راه غندير مجهود اكثر، ولكن ما عنديش انا، راه ربي هو اللي كيشوف. الرساله الاخيره كنطلب من الناس اللي كيشوفوني لا في خارج المغرب وداخل المغرب، يعاونوا عدوسي باش ما كان. الله يرحم لكم الوالدين، راه حتى هي ما عندها حد، راه كاين معاها حنا مرت ولدها وبنتها والشيخ، راه حتى هو حاله ضعيفه. الله يرحم لكم الوالدين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.